راكي تقولي ايه هي كانت لامي الله يرحمها كانت اسمها عائشه الله يرحمها جميع امهاتنا ان شاء الله وموتانا ان شاء الله. ايه احنا في عاداتنا صبيحة العرس في منطقتنا هنايا اهل العروس هما اللي يجيبوا الغداء كما نقولوا كما تقولوا في العاصمه الفطور. ايه هما اللي يجيبوا ذاك الغداء لاهل العريس. ومناش يتكون هذاك الغداء واش راهو فيه واش يكونوا هذاك الغداء يكون فيه من 8 ل 10 دجاجات يكونوا طايبين ومستفين وواجدين معاه الجاري الابيض فيرميسيل مرقه بيضاء وتكون فيها لا فيون داشي مع لي بولات نتاع لا فيون داشي يكونوا سي معاه خبز الدار بعدد الدجاجات. يعني ولا جبتوا 10 دجاجات ديروا 10 خبزات اكزاكتومون. اذا كانوا 8 يكونوا 8 خبزات اذا كانوا 10 دجاجات يكونوا 10 خبزات. ولو كانت تنقص وحده معليش ممكن عجوزه ممكن ام العريس تريكلامي بالك. لطفي عيشوني او حاب يسال ولا مقطعين الدجاجات ولا لا 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 الدجاجات كنت قادر نسقسي مباشره مجمولين. انا سقسيت بتخبيا قالت لك لطفي عيشوني كاين اللي ما نقدرش نهضر كاين اللي ما نقدرش. صباح الخير. يا صباح الخير. يا اهلا وسهلا صباح النور صباح الخيرات. الله يطول في عمرك. واش راكي لاباس ما عليكمش؟ والله في نعمه والله الحمد لله. الحمد لله يا ربي. الحمد. الدجاج هذاك دجاج محمر ولا واش؟ هو يكون طايب في المرقه هذيك البيضاء قبل ما نرميو الفرميسال نحيو داك الدجاج. يعني دجاجه مقطعه مقطعينها؟ لا لا كومبلي. يديروها كاع في المرقه. دجاجه كومبلي. وما تتفتتش. ما تتفتتش في المرقه. ما تتفتتش في المرقه. هذاك الدجاج كي يجيبوه للمالين العريس يديروا به شطيطحه هما يكونوا تما يديروه يقطعوه ويديروه شطيطحه ويرميوه شويه في الجاري في ذاك الدويده في هذيك الفيرميسال ويدي من التتبيله تاع الجاري ويزيد يدي من في الشطيطحه فوالا اكزاكتومون. هي واش دير ام العريس؟ ايه ام العريس بريباري رفيف رفيف القسنطيني بلبل. دونك الموني هذاك النهار صبيحة العرس واش يكون؟ يكون فيرميسال بيضاء ويكون شطيطحة بالدجاج هذاك. الفيرميسال تتكل بالخبز الدار والشطيطحة هذيك بالخبز وسي ونختموها بواش؟ نختموها برفيف القسنطيني اللي يكون دارته أم العريس باللبن. يعني أم العريس أنتم فقط دير غير الرفيس واللبن هذا ما كان؟ إيه نهار صبيحة العرس تهنيوها الرفيس واللبن. أوكي. وأم العروس اللي تجيب هذاك الفطور معها أو بلس لهذاك الفطور تجيبوا في سنيوة بقلاوة الله الله والله سنيوة قطايف. حاجة حلوة ليسونسيال. حاجة حلوة. نعم. والله حبيت اللي عندها عرس تعرضني. وكاين اللي يديروا كاين إيمان نديم كاين سيدتي كاين اللي يديروا الطعام وراه اللي يكلف أكثر اللي كي يديروا الطعام يكلف أكثر ولا كي يديروا منو كومبلي يديروا أطباق. بيان سور منو كومبلي. هو اللي يكلف بزاف. وهو كاينة نقطة برك أخ لطفي كاينة حاجة برك نشيروا ليها سيكو تقريبا اندثرت هذه العادة في أيامنا هذه. صح. نظرا لغلاء المعيشة نظرا للظروف نظرا لكذا تلقى قليل وين عادة أم العروس تجيب فطور بنتها ثم صبيحة العرس. صح. تلقاهم واش عادوا يديروا تفطر أم العروس تفطر في دارها أم العريس تفطر كما يقولوا معارضها وناسها اللي راهي عندها ومن بعد العشية أم العروس تجيب قهوة بنتها كما يقولوا عادوا يديوا غير لي كاطو لي بواسون ما بقاش العادة هذه تاع الغداء ما بقاش. مكلفة شوية.